السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادس، كل عام وانتم بخير، كيف شو أخباركم؟ شو عملتوا بالعطلة؟ إن شاء الله انبسطتوا كثير، طبعاً كانت عندكم عطلة طويلة مش عطلة بس شهر، اليوم إن شاء الله بإذن الله بدنا نبدأ بس ناخذ مراجعة بسيطة جداً قبل ما نبدأ بدروسنا إن شاء الله في الفصل الثاني. اليوم إن شاء الله بإذن الله بدنا نعرف المضلعات اللي أخذناها بالصف الرابع وأخذناها بالصف الخامس، والآن نفس الحكي بدنا نرجعها بالصف السادس. إيش معنى كلمة مضلع؟ أي واحد حيقول المضلع غير شنطين، المضلع له شنطان صح؟ إحنا حكينا بالصف الرابع أو الخامس إنه المضلع له شنطان، المضلع له شنطان، المضلع عندي حاول هون المضلع. أول شرط المضلع إنه يكون كلمة مضلع، شوف معي أمس كلمة مضلع، إنه جميع الأضلاع عندنا مستقيمة أو خطوط مستقيمة. أول شرط إنه أول شرط إنه واحد إنه جميع أضلاعه مالها خطوط مستقيمة، مش هيك يا مس؟ هذا أخذناه من الصف الرابع، إحنا بنراجع مراجعة بسيطة، إحنا أخذنا من الصف الرابع إنه جميع أضلاع المضلع لازم تكون خطوط مستقيمة، هل يكفي هذا الشرط؟ يعني أنا يا مس أجيت أعمل لك، أنت بتقولي لي يا مس هاي خطوط مستقيمة، هاي ما خطوط مستقيمة بالشكل هذا، بالشكل هذا، هل هذا مضلع؟ تقولي لي كل قليلة؟ ليش؟ ها؟ بدي أسمع صوت واحد ثاني بيقول لي يا مس لأنه غير مغلق. أول شيء الشرط الثاني لازم يكون المضلع، اثنين الشرط الثاني عنده إنه يكون مغلق، المضلع يكون إيش عندي؟ مغلق مش مفتوح، لازم توفر عندي الشرطين. طيب يا مس توفر عندي شرط إنه مغلق. مغلق يا مس، هاي مغلق، مغلق بس هاي خطوط مستقيمة، هاي خطوط مستقيمة، هاي خطوط مستقيمة، جيت هون قلت هذا خط ليس مستقيما بل منحنيا، منحني، هذا الخط منحني وليس مستقيما، فأنا بحكي له أو توفر شرط إنه مغلق، ولكن ليا توفر شرط إنه جميع الأضلاع مستقيمة. هون توفر إنه جميع الأضلاع مستقيمة ولكن لم يتوفر إنه مغلق، فأنا بحكي لك إنه لازم يتوفر الشرطين مع بعض، مش واحد واحد لا، معناته بألغي كل اللي هي اسمه اللي بسميه مضلع. حكينا ما معنى المضلع؟ حكينا إنه جميع الأضلاع تكون قطع مستقيمة، وعند طبعا هاي الكتاب بكتب لك إنه هاي بداية خط مستقيم ويلتقي بنقطة مع خط مستقيم آخر، فأنا أهم شيء عندي أفهم إيش معنى كلمة مضلع؟ إنه لازم يتوفر فيه شرطان، الشرط الأول جميع أضلاع والخطوط مستقيمة، والشرط الثاني إنه يكون مغلق، ولازم الشرطين يتوفروا يا مس، مش شرط وشرط لا، إذا كان مغلق وعندي ما فيش في ضلع أحد الأضلاع غير مستقيم فبقول له ليس مضلعا، وإذا كان عندي جميع الأضلاع خطوط مستقيمة ومش مغلق بقول له كمان ليس مضلع. طيب بس إيش المضلعات اللي بنعرفها؟ كثير بنعرف مضلعات، مش شرط يا بس إنها تكون منتظمة، ممكن تكون سداسي، ممكن سباعي، ممكن زمان، إحنا بنسمي المضلع حسب عدد أضلاعه. ايش تحكي يا بس؟ احنا ايش بنسميه؟ يسمى، تقدروا تقولوا لي انه يسمى المضلع حسب عدد اضلاعه، اذا كان خماسي بقول له مضلع خماسي، اذا كان في خمس اضلاع بقول له مضلع خماسي، اذا اربع اضلاع بقول له مضلع رباعي، اذا ثلاث اضلاع بقول له مضلع ثلاثي. طيب انا بدي اخذ امثله على هاي المضلعات يا بس، خليني اخذ امثله. اول مثال عندي مضلع، ونعرف كلنا
ومعروف عندنا المربع، المربع عباره عن رمله. لو جيت رسمت المربع رسمه بسيطه بالشكل هذا، طبعا انا بدي ارسم رسم بالمسطره، لكن انا عندي بدي ارسم رسمه بسيطه. ماذا تلاحظ؟ ماذا تلاحظ؟ ماذا تلاحظ في المربع؟ ماذا تلاحظ؟ اول شيء، اول شيء جميل اضلاعه. طبعا انا حكيت لك ما تقول لي يا جماعه اضلاعه خطوط مستقيمه، معناته مربع معناته مضلع، خلاص انتهى انتهى. انا عارفه انه مضلع هو عباره عن خطوط مستقيمه مضلع، اسف اضلاعه خطوط مستقيمه مضلع، ما في داعي ارجع اعيد التعريف. بدي اعرف، بدي احكي عن صفات هذا المربع، عن خصائص هذا المربع، خصائصه جميع اضلاعه متساويه. شو يعني يا مس جميع اضلاعه متساويه؟ يعني اذا كانت الضلع خمسه، هذا خمسه وهذا خمسه وهذا خمسه، جميع اضلاعه جميعها متساويه. طيب ايش كمان يا مس؟ كمان عندنا زوايا، زوايا ماذا يا مس؟ زوايا قوائم، زوايا او زوايا قائمه او قوائم جمع او قائمه او زوايا قائمه، كلها قائمه. شو قائمه؟ يعني 90 درجه، زوايا قائمه. حلو صح؟ المربع جميع اضلاعه متساوية، زوايا قائمه صح، هاي عرفتها. طيب اعطيني يلا، بدي اسمع، انا بدي اسمع حدا كمان يحكي لي، بحكي لي عن ايش؟ عن مضلع اخر، بحكي لي عن مضلع اخر، بدي واحد كمان يحكي لي عن مضلع اخر اسمه. المضلع الاول هو المربع، المضلع الثاني هو المستطيل، المضلع الثاني هو المستطيل. خليني ارسم رسمه خفيفه يا بس، خليني ارسم رسمه خفيفه بالشكل هذا. ايه بس انا هذا مو زي المربع، انت شو مالك يا مس؟ ما عملت كيف تساوي؟ انا بعرف انه ليس متساوي، ليس اضلاع متساوية، لكن كل ضلعين متقابلين متساويين. شايفين الاشارات اللي زي بعض؟ معناته بيساووا بعض. كل ضلعين متقابلين متساويين، المستطيل ليس كالمربع، المربع جميع اضلاعه متساويه. وبقول لك كل مربع مستطيل وليس كل مستطيل مربع، كل مربع مستطيل وليس كل مستطيل مربع. ليش؟ المربع بعتبره مستطيل. ليش؟ الان حنشوف ليش. اول شيء كل ضلعين، هون حنقول له كل ضلعين، نشوف خصائص هذا المستطيل. كل ضلعين متقابلين بس بمقابل بعض متساويين، كل ضلعين متقابلين متساويين. اعطيني كمان يا مس خاصية ثانية، هاي الخاصية الأولى، الخاصية الثانية، هاي الخاصية الأولى والخاصية الثانية. الخاصية الثانية في المستطيل كمان زي ما حكينا جميع زوايا قوائم أو قائمة، زوايا زي المربع قوائم. عشان هيك، عشان هيك يا مس قلت لك كل مربع مستطيل، كل مربع مستطيل وليس كل مستطيل مربع، كل مربع مستطيل. لكن هل المستطيل مربع؟ لا لا لا، لازم يكون كل اضلاعه متساويه. لكن هون بس ممكن تتساوي الاضلاع ويعتبر مربع ومستطيل في نفس الوقت، واضح؟ فانا بدي بس اعطيتكم مثال يا بس على اللي هو مضلع، اللي هو نعيد مره ثانيه انه شرطين له مضلع، انه جميع اضلاعه بتكون عباره عن خطوط مستقيمه، والشرط الثاني انه يكون المضلع مغلق، انه يكون المضلع مغلق. حكينا انه بنسمي هذا المضلع حسب عدد اضلاعه، اذا كان عدد اضلاعه خمسه بنقول له خماسي، اذا كان سته بنقول له سداسي،
إذا كان سبعة بقول سباعي، وهكذا أربعة رباعي، وثلاثة ثلاثي. حكينا أمثلة على هاي على المضلعات، هي مربع وهي جميع أطرافها قلنا متساوية وزوايا قائمة، وقلنا كمان أعطينا مثال آخر هو المستطيل، وقلنا كل ضلعين متقابلين متساويين وزوايا قائمة، وكل مربع مستطيل ولكن ليس كل مستطيلا مربع. وهي مراجعة بسيطة جدا على هي المضلعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.